السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى دائما تكونوا بالف خير. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تخيطوا السروال، يعني تنقصوا الطول ديال السروال ديالكم في الدار بلا ما تديو الخياط وبلا ماكينه الخياطه. غنوريكم واحد الطريقه، وفي نفس الوقت غادي تحافظوا على هذه الحاشيه هذه باش تبقى هكا زوينه ويبقى السروال ديالكم بحال الا كاع ما يعني بحال الا ما تنقصش، حيت الا ديتوه للخياط غادي يقطعوا وغادي يدير ليه بحال هكا، يعني غادي يخيطوا بحال هكا، يعني ما غاديش تبقى لكم هاد الحاشيه كما كانت في الاول. داكشي علاش من الافضل ديروا هاد الحل هذا. وغادي تشدوا، انا دابا علمت السروال كما كتشوفوا، علمته هنايا فهاد جوج البلايص هادو، وما يعني هنا حد الطول اللي بغيت انا. غادي نشد السروال ديالي، غادي نطويه بحال هكا كما كتشوفوا، طويه بحال هكا، نشد من هنا طويه بحال هكا حتى لعند العبار اللي حبست، وندير بحال هكا. شفتوا هكا حتى الجهه الاخرى هكا باش نحافظ على نفس القياس اللي عبرت. وغادي نطوي هنايا حتى هو نفس الشيء بحال هكايا. انا نوريكم كيفاش غادي تخيطوه من الداخل باش ما تبانش، يعني تبانش لكم الخياطه في نفس الوقت يبان السروال، يعني بحال لما تقطعش. غادي نديرو بحال هكا. المهم نحاولوا نقادو الحاشيه مع الحاشيه بحال هكا، يعني الخياطه مع الخياطه باش ما يبانش بلي تقطع كاع، ما يبانش يعني بلي مخيط كاع. المهم غادي نشدوه بحال هكايا، غادي نثبتوه بفنيتات، قادوه مزيان في الطويه ديالو بحال هكا. غادي نجيب جوج فنيتات نثبتو به، نثبتو بحال هكا، ونثبت من هنايا حتى هو هكا. كما قلت لكم جيبوا الخياطه مع الخياطه. انا غادي نجيب دابا خيط وابره، عندي هنايا الابره بحال هكا فيها خيط، نشد الغرزه الاولى هنا بحال هكا، وندخل الابره ديالي هنايا. بحال هكا غنخيطو دابا كله، يعني نحاول نشد شويه من لتحت من هنا، من هاد البلاصه، هاد البلاصه هادي اللي مطويه ما كتبانش. هكا حتى نكمل الدوره ديالي. كنت بتو بالفنيت، تبتو بكثر من جوج فنيتات باش يعني تهناو منه باش تقدوا العبار ديالكم. نقطعوا الخيط ونقطعوه، نحيدو هاد الفنيتات هكا. كيجي نوريكم كيفاش كيجي السروال.